مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم في هذه الحصه الجميله اللي تحبوها كامل يا اخي. اذا انتم والاطفال اللي يشاهدوا فينا الا حبيتوا تفرحوا كما اصدقائنا اللي راهم هنا، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويازيد.com باش تشاركوا للحضور بهذه الطريقه. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويازيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال، لما تشاركوا للحضور برك شوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمويازيد راح يستضيفكم كامل، شوية على الصبر فقط. على بالكم في هذه الفترة هذه كنا في الحصة اللي فاتت احتفلنا ب ذكرى اندلاع ثورة التحرير اللي هي الذكرى 63 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، باش نقولوا المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. اليوم في هذه الفترة هذه كاين يوم مهم أن نحبه، على بالكم باللي كاين يوم عالمي للطف، لا جورني انترناسيونال دو لا جونتيس. شفتوا الإنسان لما يكون لطيف يكون جونتي، الناس قاعد تحبه لأنه يكون لطيف مع أصدقائه، لطيف مع العائلة نتاعه، مع المحيط نتاعه. إذن يا أطفال لازم تكونوا لطفاء يا أخي. وكاين ثاني يوم مهم كذلك في هذه الفترة هذه، هو اليوم العالمي للكاتب الإفريقي. داروا يوم عالمي لكاع الكتاب اللي كتبوا المؤلفات وكامل الإفريقيين. وفي هذا الصدد راني ندير لكم مفاجأة أنا من بعد دوك نتكلموا عليها. قبل هذا الشيء واش رايكم؟ قولكم لغز، تحبوا الألغاز؟ يلا قولكم لغز. لست بشجرة رغم أنني أحتوي على أوراق كثيرة، من أنا؟ نعاود، لست بشجرة رغم أنني أحتوي على أوراق كثيرة، من أنا؟ معلش فكروا إلى غاية نهاية الحصة، أنتوما والأطفال لم يشاهدوا فينا يقدروا يجاوبوا عن اللغز عن طريق الإنترنت بهذه الطريقة. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويازيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذا فكروا مع أصدقائنا في الجواب عن اللغز حتى نهاية الحصة. بما أننا نحتفل في هذه الفترة باليوم العالمي للطف وباليوم العالمي للكاتب الإفريقي، طلبنا من إكرام باش ديرنا بحث عن كاتب جزائري معروف ومهم، هو مالك حداد. إذن تفضلي إكرام، أعطينا نبذة تاريخية عن مالك حداد. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على نبذة تاريخية عن حياة الكاتب مالك حداد. مالك حداد شاعر وكاتب وروائي جزائري، أصله من منطقة القبائل. ولد في 5 جوان عام 1927 بمدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري، وفيها تعلم، عمل معلما لفترة قصيرة، تنقل عبر مدن وبلدان عدة منها باريس، القاهرة، لوزان، تونس، موسكو، نيودلهي وغيرها. نال الشهادة في الحقوق بفرنسا، ولما عاد أصدر مجلة التقدم وشارك في الثورة الجزائرية. بعد الاستقلال أشرف في قسنطينة على الصفحة الثقافية بجريدة النصر، ثم انتقل إلى العاصمة ليشغل منصب مستشار ثم مدير للأدب والفنون بوزارة الإعلام والثقافة. أسس سنة 1969 مجلة آمال، وكان أول أمين عام لاتحاد الكتاب الجزائريين في الفترة ما بين عام 1974-1978. تميز إنتاجه بنفحة فلسفية، ومن أهم مؤلفاته ديوان شعر الشقاء في خطر عام 1956، ورواية الانطباع الأخير الذي أنتجها عام 1958. توفي في 2 جوان عام 1978 بالجزائر العاصمة. برافو 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 برافو.
برافو إكرام، برافو برافو برافو. إذن بما أننا نحتفل باليوم العالمي للكاتب الإفريقي، حبينا نتكلموا عن مالك حداد اللي هو كاتب جزائري، كاتب وشاعر وروائي، شارك في حرب التحرير وكانت له عدة كتابات. والشيء اللي لازم نشفوا عليه هو أنه كان أول أمين عام لاتحاد الكتاب الجزائريين اللي يجمع قاع الكتاب الجزائريين، هذه هيئة مهمة، قاع الكتاب الجزائريين لزيكيبان الجغيا son membre de l'Union nationale des écrivains algériens. يا أخي إذن وش رأيكم مقبلة؟ قلت لكم باللي نحتفلوا تاني باليوم العالمي للطف، وأنا بهذه المناسبة حبيت تغنوا معايا أغنية دارها عمو يزيد نقول فيها: حين أنهض من نومي وصلي الفجر مع أمي وصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. يلا تغنوا كامل معايا. حين أنهض من نومي وصلي الفجر مع أمي وصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. حين أنهض من نومي وصلي الفجر مع أمي وصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. بسملة أول أفكاري بيميني أبدأ إفطاري. بسملة أول أفكاري بيميني أبدأ إفطاري. وعلى الله أقصد بابا باب الخير ورضا البال. وعلى الله أقصد بابا باب الخير ورضا البال. أحمل على ظهري محفظتي أقصد أنا درب المدرسة، وأنا ماشي أدعو الله أن يرفعني منزلتي. أحمل على ظهري محفظتي أقصد أنا درب المدرسة، وأنا ماشي أدعو الله أن يرفعني منزلتي. أدخل مدرستي بتأني قسما أنشده وأغني. أدخل مدرستي بتأني قسما أنشده وأغني. فعلومي أدرس وأثابر وأدابي أجزاء مني. فعلومي أدرس وأثابر وأدابي أجزاء مني. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب، وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب، وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. على أهلي ألقي السلام بأداب مني ونظام. على أهلي ألقي السلام بأداب مني ونظام. أغسل وأراجع ما كان وأصلي فرضي وأنام. أغسل وأراجع ما كان وأصلي فرضي وأنام. حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي أصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي أصلي الصبح وأدعو ربي بارك لي يومي. بسملة أول أفكاري بيميني أبدأ إفطاري. بسملة أول أفكاري بيميني أبدأ إفطاري. وعلى الله أقصد بابا باب الخير ورضا البال. وعلى الله أقصد بابا باب الخير ورضا البال. أحمل على ظهري محفظتي أقصد أنا درب المدرسة، وأنا ماشي أدعو الله أن يرفعني منزلتي. أحمل على ظهري محفظتي أقصد أنا درب المدرسة، وأنا ماشي أدعو الله أن يرفعني منزلتي. أدخل مدرستي بتأني قسما أنشده وأغني. أدخل مدرستي بتأني قسما أنشده وأغني. فعلومي أدرس وأثابر وأدابي أجزاء مني. فعلومي أدرس وأثابر وأدابي أجزاء مني.
لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب، وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. لما أعود بعد التعب في سبيل العلم والأدب، وأنا عائد أدعو الله أن يحفظ لي أمي وأبي. على أهلي ألقي السلام بأدب مني ونضال، على أهلي ألقي السلام بأدب مني ونضال. أغسل وأراجع ما كان وأصلي فرضي وأنا، أغسل وأراجع ما كان وأصلي فرضي وأنا. برافو 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 يا أطفال، برافو 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 برافو. إذن بمناسبة اليوم العالمي للطف، غنينا هذه الأغنية على أهلي ألقي السلام بأداب مني ونظام. يا أخي يا أطفال، إلقاء السلام، إنسان يكون متخلق، يكون متربي، يكون لطيف مع الناس، ريح الناس تزيد في الحب نتاعو وتحب. يا أخي أنتم ما شفتوا صاحبتكم ولا صاحبكم هكذا كيكون جونتي، كيكون لطيف، تحبوه يا أخي. إذا لازم نكونوا لطفاء مع الناس اللي يحبونا. واش رايكم دركا نروحوا الالعاب الخفه، تحبوهم؟ يلا نروحوا الالعاب الخفه مع عمو رضا. تفضل عمو رضا، مرحبا بك. مرحبا بك، تفضل تفضل عمو رضا، تفضل تفضل عمو رضا، مرحبا بك. برافو 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 عمر، عجبتكم ألعاب الخفة؟ تحبوها؟ برافو. إذن مادام رانا نتكلموا على جونتياس، الناس طيبين وكامل، راح حمو يزيد يحكي لكم حكاية الشجرة الطيبة. يلا معايا كامل. إذن يا أطفال، كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الشجرة الطيبة. واحد النهار كان واحد الطفل كما أنتم هكذا صغير، ولكن هذاك الطفل كان شقي، كان شقي، وكان يروح لواحد الشجره هكذا دائما، يروح يفسد فيها، يكسرها هكذا، يدير هكذا باش هذوك الثمار ينزلوا كامل كاع واش كان يدير فيها. ومن بعد كي يرجع يعاود يسب بلي هذيك الشجره عندها الثمار، كي يحركها تعاود تعطي له الثمار، ويعاود يرجع يعاود يضر هذيك الشجره، يقطع منها هكذا، ينحي منها وكامل. ولكن بالرغم هذا الشيء كله، كل مرة يجي يسيب عندها الثمار. واحد النهار قاعد يخمم هكذا مع روحه، قال يا سبحان الله، أنا الشجرة هذه نظل نأذي فيها كل مرة، كل مرة نأذيها، مرة نقطع، مرة نكسر، مرة كذا، مرة، بصح الشجرة عمرها ما بخلتني يعني بالثمار نتاعها، دائما تعطيني الثمار. قاعد يشوف مع روحه هكذا، يا سبحان الله، أنا الشجرة هذه أذيتها بزاف، شغل ندم هكذا. عمو يزيد، عمو يزيد، نستنجم حكاية اليوم.
أنه يجب أن نكون كالشجر يرميه الناس بالحجر فيلقي لهم الثمر. برافو 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 بوبي. شفتوا يا أطفال الشجر قل لك المثل تعطيله الحجر يعطيلك الثمر. يعني الإنسان بالمرات كي تشوف إنسان لطيف وإنسان طيب تسيبه مهما الشر اللي تديره فيه ما يقدرش يرجع لك الشر، دائما يدير فيك الخير كالشجرة. إذن لازم هاد الناس هادو الطيبين لازم نحافظوا عليهم، لأن الطيبة لا جونتيس حاجة مهمة في حياتنا. الناس الطيبين هادو هما اللي يملؤوا الحياة تاعنا بالسعادة يا أخي أطفال. إذن لازم نكونوا كالشجرة، نكونوا طيبين مع الناس، ما نكونوش أشقياء وكامل يا أخي أطفال، ونعتنيوا بالبيئة والأشجار. هذا وعد إن شاء الله. يلا يا أطفال عجبتكم الحكاية؟ إذن الطيبة الناس طيبين دائما الناس تحبهم، إذا لازم تكونوا طيبين في الحياة نتاعكم، تكونوا جونتي يا أخي أطفال. إذن أنا دركا حبيت نروح لواحد الفقرة اللي هي بريد عمو يزيد، نقرأ فيها الرسائل اللي جونا مع عند الأطفال كما أنتم، وكذلك أنتم يا أطفال اللي راكم تشوفوا فينا، إلا حبيتوا تشاركوا بهذه الرسائل باش عمو يزيد يقراهم هنا قدام الناس، ما عليكم إلا توجهوا الموقع على الانترنت عمويزيد.com وتضغطوا على الزرار أراء وملاحظات وتعطونا الرسالة نتاعكم تكتبوها باش عمو يزيد يقراها. بوبي شوفنا البريد، البريد تاع الأصدقاء واش بعتونا. شوف شوف يا كاين. أعطيهم لي يلا، أعطينا الرسائل تاع أصدقائنا. شكرا شكرا بوبي شكرا. راح نقرأ لكم بعض الرسائل تاع الأطفال اللي بعتوهم لنا. إذن الرسالة الأولى، نورهان حامي 9 سنوات من برج البحري، قالت لنا أود أن تزودوا في البرنامج حتى نشبع من رؤية عمو يزيد ونستفيد أكثر. شكرا بنتي، شكرا نورهان، ان شاء الله ربي يوفقنا ونزيدوا في الوقت على البرنامج ان شاء الله، وان شاء الله تستفيدوا معنا كما احنا نستفيدوا معكم، ما عمو يزيد يستفيد منكم كل يوم. الرساله المواليه، هاجر حيدر، هاجر حيدر على بالكم مين؟ من ايطاليا، من ايطاليا. قالت لكم انا في ايطاليا احب الحصه، نحب نشارك أثناء العطلة عند المجيء. إذن يا هاجر حيدر من إيطاليا 5 سنوات، ما عليك إلا تسجلي عبر موقع الانترنت وتعطينا الفترة اللي تكوني فيها في الجزائر، سواء في العطلة الشتوية ولا الربيعية ولا الصيفية، وإن شاء الله نتصلوا بك عبر الإيميل ولا عبر الهاتف ونقول لك وقتاش تقدري تحضري معنا، ويشرفنا أنك تكوني معنا يا هاجر. الرسالة الموالية، بسمة حاج شريف 11 سنة من مدينة سنجاس من شلف، قالت لكم نحبكم كامل. انتم تحبوها؟ إذن مرحبا بك، وبناس شلف كامل نوجه لهم التحية. الرسالة الموالية، نوفل قطوش 6 سنوات من الجزائر العاصمة، قال لكم شكرا جزيلا على الحصة عمو يزيد أحبك. نوفل وليدي 6 سنوات قطوش من الجزائر، عمو يزيد تاني يحبك يحبك يحبك، وإن شاء الله تجي تحضر معنا. آخر رسالة اليوم، أسيل العايب 5 سنوات من مدينة برج بوعريريج، قال لكم حصة رائعة. شكرا يا أسيل، 5 سنوات إن شاء الله تجي تحضري معنا، ونحبوك نحبوك نحبوك. هذه الرسائل يا أطفال يفرحوا بزاف عمو يزيد. إذن ما عليكم إلا توجهوا الموقع على الانترنت عمويزيد.com، تضغطوا على الزرار آراء وملاحظات، اترسلونا باش نقراو الرسائل نتاعكم. درك لحقنا لواحد الركن، شكون اللي عنده نكتة جميلة جي يحكيها لي؟ شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ نكتة 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 جميلة، تعالي 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 بنتي اقعدي. واسمك؟ لينا تسنيم. وين تسكني؟ نسكن في الدويرة. في الدويرة، شحال في عمرك؟ 7 سنين 8 سنين. 8 ولا 7 ولا 7 ونص؟ 8. يلا، واش حبيتي تقولي لنا؟
كي أنا بغى أغني غنية. أغني لنا غنية يلا. ونعطي واحد اللقص. يلا. حاسوب زين لي بيتي يرشدني يحفظ لي وقتي ينقلني نحو البلدان يدخلني جسم الإنسان يقرأ لي قصص الأجداد صفحات تحكي الأمجاد يفتح لي باب المستقبل لأصير مجد لا يغفل لا ينسى شيئا لا يسهو في العلم يجد ولا يلهو ولأني طفل موهوب سأظل صديق الحاسوب. برافو 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 بنتي، تفضلي تفضلي مكانك. شكرا. شكون عنده نكتة يجي يحكيها لنا؟ شكون عنده نكتة؟ شكون عنده نكتة؟ تعال تعال. واسمك؟ عبد الجليل. واسمك؟ عبد الجليل. عبد الجليل، احكي لنا النكته تاعك. عبد غنيه. غنيه، اي غني غني. واش تغني؟ واش حبيت تغني؟ واش من غنيه؟ غنيه. واش حبيت تغني؟ واش راك حافظ؟ ها؟ هنية هنية تامر هنية هنية. اشربوا الحليب اشربوا الحليب. تحب الحليب؟ ايه يلا اشربوا الحليب يا أطفال يا حلوين اشربوا الحليب بالصحة والقوة استالوا الطبيب. برافو برافو برافو. شكون اللي عنده نكتة ولا تعالي بنتي أروحي تعالي تعالي تعالي. واش راكي بنتي؟ لاباس؟ الحمد لله. واسمك؟ منال. وين تسكني منال؟ في هراوة. في هراوة، خيار الناس خيار الناس. شحال في عمرك؟ 11. تقرا 11 سمانة؟ لا 11. 11 شهر؟ لا لا. الله يبارك الله يبارك. 11 سنة تقراي مليح؟ واش تقولي لهم اللي عم يشوفوا فينا؟ واش نقول لهم؟ تحبوهم؟ نعم. واش نقول لهم يقراوا مليح وياخذوا راي لوالديهم سيرتو؟ ها يا برافو 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 بنتي برافو برافو. تعالي بنتي اروحي تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ سوسن. سوسن، وين تسكني سوسن؟ في بويرة. في بويرة، خيار الناس، مدينة البويرة، وناس البويرة نحيوهم. شحال في عمرك؟ سبعة. سبع أيام؟ سبعة. سبع سمانات؟ سبعة. سبع شهور. شحال؟ سبعة وزن؟ سبعة. سبعة واش بصح؟ سبع سنين. سبع سنين، عمري سبع شهور. تقراي مليح؟ يا برافو برافو بنتي برافو، سلمينا عليهم كامل. تعالي بنتي تعالي روحي روحي. واسمك بنتي؟ حواء. حواء، وين تسكني حواء؟ في أقبو. في أقبو، ولاية بجاية. الله يبارك، ناس بجاية، ناس أقبو. نحبوكم نحبوكم. شحال في عمرك؟ 11. 11 يوم؟ 11 سنة. مش 11 شهر. الله يبارك الله يبارك. واش تحبي تقولي لنا بنتي؟ عجبتك الحصة؟ اش عندك ملي شاركتي؟ عامين. عامين؟ طولنا عليكم ها؟ بصح فرحتوا كي عيطنا لكم. إذا شفتوا يا أطفال، حواء عندها قريب عامين ملي سجلت في حصة عمو يزيد، ولكن الحصة كانت وفية وكلمتها. اذا نتوما تاني لما تسجلوا ما تفقدوش الامل، لانه عمو يزيد يحبكم وراح يعيط لكم كامل باش تجوا تحضروا معاه، لان التسجيلات كثيره فقط. هذا ما كان، ما تقلقوش يا اخي بنتي. الله يبارك. تفضلي تفضلي. الحقنا دركا للجواب عن اللغز. لست بشجره رغم انني احتوي على اوراق كثيره. تعال تعال. اروح تعال وليدي تعال. واسمك وليدي؟ اسحاق. اسحاق، دور الكاميرا اسحاق باش يشوفوك. اسحاق، شحال عمرك اسحاق؟ 10 سنين. وين تسكن؟ في الحراج. في الحراج، جزائر العاصمه. الله يبارك. واش هو الجواب؟ كتاب. الكتاب الكتاب وي الكتاب. اعطيني الهديه تاعو. اعطيني
أعطيه الهدية تاعو، احنا الشاطرين نحبوهم. لست بشجرة بالرغم من أنني عندي أوراق كثيرة. إذا عمو يزيد يهديك هذا الشوب هذا بالاسم تاع عمو يزيد، ويهديك كذلك هاد السيديهات الثلاث من حق الطفولة معلمي، ومبروك مبروك عليكم النجاح. في كل سيدي كاين 22 أغنية للأطفال، هادو الأغاني اللي أنا نغنوهم في الحصص، درناهم عن طريق سيدي اللي مع راعي البرنامج رامي، نمدوهم لكم يا أطفال. تفضلوا وليدي. العفو العفو وليدي العفو. وصلنا دركا روك عيد الميلاد، عندنا عيد ميلاد هلا 9 سنوات. تعالي بنتي أرواحي أرواحي بنتي أرواحي، احنا رايحين نغنوا لهلا عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع هلا. يلا روحوا انتم التحقوا بيا يا اطفال نغنوا لها. تعالوا تعالوا تعالوا. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو برافو. أعطونا البريكي لأن الشمعات فات، أعطونا البريكي. صديقنا يجيب لنا بريكي. برافو شكرا شكرا شكرا. إذن باش نطفوا الشمعة، أنتم يا أطفال ما لازمش تلعبوا بالنار، لازم الأب ولا الأم ولا الأخ الكبير ولا الأخت. يا أخي أنتم ما تلعبوش بالنار، نحبوكم بزاف ما تحرقوش يا أخي. إذن بنتي 9 8 7 6 5 4 3 2 1 يلا. برافو 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 برافو. إذن يا أطفال عمو يزيد يهديكم كامل شهادة هكذا باللي شاركتوا في حصة مع عمو يزيد، باش تحتفظوا بها كذكرى وتعلقوها في الدار. كل واحد لما تخرجوا منها كل واحد يدي شهادة باسمه، وهذه الشهادة تاعك بنتي. وبما أنك رسلتنا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على صندوق بريد 42000 سطوالي العاصمة، راعي البرنامج رامي يهديك هذه الدراجة، هذه إن شاء الله تستفادي بها هذه الدراجة. تحبي الدراجات؟ برافو. إذن مبروك عليك بنتي، وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. حبكم يا أطفال، سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا.
وسنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع